قلبك هز المعتقل. يعني احنا خلال الايام الماضيه شهدنا حرب بكل ما تعنى الكلمه النفسيه من قبل جهاز المخابرات الاسرائيلي الذي كان يماطل بتوقيع اتفاق لهشام يطلق سراحه او يوصل الى صفقه تنهي هذا الاضراب الكريم. اليوم هشام انتصر قبل دقائق، انتصر على هؤلاء المجرمين بكل معنى الكلمه، انتصر باسم فلسطين. الاتفاق الذي وقع اليوم هو بانهاء الاعتقال الاداري بتاريخ 26/2/2022، اي بعد اقل من 50 يوم من الان. الوطن فيه